عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد العزيز مازن محسون، مدير التخطيط للمطارات الداخلية من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية. الطيران بيدعم الاقتصاد لأنه بيسهل المسافات وبيقربها ما بين الدول. احنا عندنا في المملكة الآن أكثر من 12 مطار أو 13 مطار بتقوم فيه رحلات يومية وعلى مدار الساعة ما بين السعودية والإمارات، ما بين جدة، دبي، أبوظبي. في عندنا تروح من المدن الداخلية زي أبها والطائف وينبع، في مدن كثيرة مرتبطة بالإمارات. فالاقتصاد والتعاون بيكون جدا سهل. ليش؟ لأنه في مجال جوي مفتوح ما بين السعودية والإمارات. التكامل الاقتصادي يتم بالتبادل الخبرات لكل من فينا في له إمكانياته وقدراته وخبراته. إحنا نتعاون ما فيما بيننا، نأخذ من خبراتهم ويعطونا من خبراتهم. كدولتين شقيقتين التبادل هذا يوحد قوتنا ويجعلنا قوة اقتصادية قوية على مستوى العالم كله، ونطمح إن شاء الله أن نكون إحنا واحدة من أقوى القوى الاقتصادية على مستوى الكرة الأرضية بإذن الله إن شاء الله. والله نتمنى ذلك. إحنا في النهاية كلنا عرب وكلنا أشقاء خليجيين، وإن شاء الله يحدث تكامل اقتصادي بين كل دول الخليجية والدول العربية حتى نتوحد ونصير من أحد أقوى الدول، من أحد الاقتصادات العالمية. المرأة هي جزء من الحياة، ما نقدر نهمشها. المرأة هي أمي وأختي وزوجتي وبنتي، فعدم وجودها في مشاركة في الاقتصاد معناته أن أنا في شيء ناقص. وجودها معايا هو شيء نكمل بعضنا فيه. وجودها في الاقتصاد مهم. ليه؟ لأن هم شريحة كبيرة من المجتمع. فالتعاون اللي ما بين السعودية وما بين الإمارات في التكامل الاقتصادي في السيدات، أتوقع أنه راح يكون له داعم كثير وكبير جدا على المستوى الاقتصادي.